باسم ياخور ممثل السوري والنجم المعروف، والممثل الجميل أمل بشوشة النجمة المعروفة والفنانة، نورتونا في الدرعية في بيت مبارك في روح السعودية. المكان هذا الجميل ينبض واللي تأسست فيه الدولة السعودية الأولى، نورتونا وشرفتونا يا جماعة. شكراً لنا الشرف. الله يسعدك. سعيدين جداً بوجودنا معكم هون اليوم. حنا الأسعد والله. هذا المكان الخاص والرائع. أعطيني فرصة أسألك بما أنك سعيد طبعاً بأن أنت موجود معنا، هذه أول زيارة لك هنا في السعودية؟ لا والله ثالث زيارة. أنا ثالث زيارة ما شاء الله. قبل وحتى زائر الدرعية من فترة طويلة كمان. الله. عملنا جولة كتير كانت جميلة، بس متغير المكان كتير علي. الله. وكأنه في شغل كتير، يعني في تطوير، في ترميم لكتير من الأماكن. صحيح. في حتى توسيع، فكتير شيء حلو ما جميل. شاء الله. حتى كل المدينة تغيرت علي كتير، يعني أنا صار لي زمان ما جيت على رياض. الله يحييك، أنت بين أهلك وبيتك ومكانك يا حبيبي. على فكرة إحنا دائما نقول للناس هذا بيتنا. طيب. فهذا البيت بيتك. لا بيت الضيوف. بيت الضيوف. بيت الضيوف. أنا مبسوطة كثير أن جلسة تجمعنا سفرة، جلسة تجمعنا بلد، هذه الروح السعودية اللي تستضيف أهم النجوم وأهم الناس اللي نحبهم ولتعودنا نشوفهم دائما على شاشة التلفزيون، اليوم قاعد نشوفهم عن قرب أكثر وأكثر. أنا مبسوطة أن في عندنا سفرة جزائرية اليوم. صح. باختيارك يا أمولة. صح. أمولة كلميني شوي أو شرحي للناس إيش اللي طلبتيه. تقريبا هذول الأطباق، نحن في رمضان هلا الكسكسي يعني هو طبق مغاربي. كل بلد تونس المغرب الجزائر نعمله، بس كل واحد عنده نكهته الخاصة. هذا سي الكسكس الجزائري.